مشاهدينا، تستضيف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي بالتنسيق مع الأمانة العامة للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار الاجتماع السابع لمدراء وحدة العلوم والتقنية بالجهات والجامعات السعودية. للمزيد عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الآن عبر الهاتف دكتور فهد العسكر، وهو وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف على وحدة العلوم والتقنية. أهلا وسهلا فيك دكتور فهد. مرحبا، يا هلا، الله يحييك. حياك الله معنا دكتور فهد. يعني حدثنا عن هذا الاجتماع والهدف منها أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مثل ما أشرتم، هذا هو الاجتماع السابع لمسؤولي وحدات العلوم والتقنية في الجامعات والجهات الحكومية الأخرى. جميل. معروف أن هناك خطة وطنية للتقنيات الاستراتيجية، وهناك خطة وطنية للتقنية والابتكار مسؤولة عن إعدادها وتنفيذها والإشراف عليها وتمويل برامجها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. نعم، هي المسؤولة عن إعداد هذه الخطة وعن تنفيذها. والمدينة أيضا في إطار سعيها لتنفيذ هذه الخطة أنشأت وحدات للعلوم والتقنية في الجامعات والمؤسسات الحكومية تتولى الإشراف على البرامج التي تنفذها هذه الجامعات في الخطة، البرامج المندرجة ضمن الخطة التي تنفذها أو ينفذها ويقوم بها، المشاريع البحثية التي يقوم بها الباحثون في الجامعات والجهات الحكومية التي لديها مراكز للبحث والتطوير. تعقد اجتماعات سنوية ونصف سنوية لمسؤولي الوحدات لمراجعة الأعمال التي تتم في هذه الوحدات ومناقشة أهم الصعوبات التي تواجه العمل البحثي مع قيادات المدينة وقيادات الخطة، الأمانة العامة الخطة الوطنية للتقنية والابتكار. وهذا الاجتماع بفضل الله يعني يعقد مثل ما قلت أنا قبل قليل بشكل دوري بين الجامعات والمؤسسات الحكومية، ويتم فيه مناقشة أهم الصعوبات والمعوقات التي تكتنف عمل المشاريع البحثية، ويتم فيها أيضا الاتفاق على آليات جديدة يعني تكفل تسهيل العمل وتوجيهه ليحقق الوجهة المنتظرة منه. ما شاء الله تبارك الرحمن. دكتور فهد، هل يوجد يعني لدى وحدات العلوم والتقنية باحثات نساء؟ طبعا، ولعل هذا من الأشياء التي نفخر بها في الجامعات السعودية كلها. في جامعة الإمام وحدات العلوم ليس فيها باحثين، وحدات العلوم هي مسؤولة عن تقديم التمويل للمشاريع البحثية، عن متابعة المشاريع. هناك خطة محددة فيها أولويات بحثية على مستوى المملكة عدتها المدينة في إطار الخطة الوطنية. جميل. وتعلن خلال السنة مواعيد معينة لتقديم الأفكار البحثية التي يتقدم بها الباحثون في مختلف الجامعات، ثم تقوم الأمانة العامة للخطة الوطنية في مدينة الملك عبد العزيز والتقنية بتحكيم المشاريع المقدمة من خلال تحكيم متقدم في الخارج بالتعاون مع باحثين كبار في العالم. نعم. وتفوز المشاريع المتميزة، المشاريع التي تحصل على درجات تقويم عالية من المحكمين بالتمويل، تدفع عليها المدينة بدعم سخي من الدولة. جميل. حفظه الله، مع عشرات بل مئات الملايين بل المليارات من الريالات. وطبعا تفرق المدينة ولا الأماء ولا الخطة ولا بين الباحثين والباحثات الكلام على جودة العمل المقدم. ومثل ما قلت قبل قليل، نسعد في الجامعات وفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحديدا لدينا بعض المشاريع التي تقوم بها باحثات قد تشارك فيها. جميل جدا، جميل جدا. يعني فعلا كل هذا من شأنه أن يصب في صالح العملية التعليمية وتطويرها أيضا. نشكرك جزيل الشكر ونتمنى لكم التوفيق في هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات. شكرا لك دكتور فهد العسكر، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي والمشرف على وحدة التقنية والعلوم. شكرا جزيلا لك. فعلا الله يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا لك دكتور فهد، من جد أكثر من رائع هذا الاجتماع. بالفعل جميل ورائع. كل ما يصب في هذه المشاريع يمكن البحثية صحيح. كلها بتصب في صالح الجامعات بالنهاية. بالتأكيد. هنطلع لحظات مشاهدينا ونرجع لكم مرة ثانية.